الزمالك مش هيقع يا مغفلين. ماشي، احنا بنناقش كل القضايا. واحد، بعض المغفلين المأجورين المنافقين والأفاقين الذين يحاولون أو يروجون إن الزمالك وقع ولحق الزمالك وقع وعايزين يهدوا الزمالك ومش عارف إيه، من مين؟ من المنتفعين والأفاقين، ماشي، اللي بيحاولوا إن هم يشوهوا نادي الزمالك في هذه المرحلة العظيمة من تاريخه، مرحلة التحول من الباطل إلى الحق، مرحلة التحول من الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام واختلاس المال العام وإهدار المال العام إلى مرحلة إن يبقى فيه ثلاث قضاة عظام محترمين بيعملوا سيستم مالي محترم وإدارة مالية محترمة يحافظ على مال نادي الزمالك وأمواله التي تساعد في إبرام الصفقات وإحراز البطولات. فالناس عمالة تقول لك الزمالك ضاع، الزمالك وقع، الزمالك اتهد، دي مؤامرة على الزمالك. يا شاء السميع العليم أن المقاولون العرب يعني بعبع الدوري في الموسم الماضي يتلقى هزيمة موجعة من الزمالك بهدفين برأسية من أحمد علاء ثم لدغت مصطفى محمد، لدغت مصطفى محمد في الدقيقة 93، فريق واقف على رجله حتى النهاية وفوز كبير جدا يحققه نادي الزمالك على المقاولون العرب في افتتاحية الدوري، فوز يصدر أولئك المنافقين والأفاقين، أولئك المنافقين والأفاقين ورغبي أو وصانعي تجارة الهدم أو مقاولي الهدم إن هم يبقوا في هذا اليوم التعيس لهم، خاصة وأن نجما مثل ميدو يدافع عن نادي الزمالك ومعروف إنه زملكاوي متعاملت عليه حملات عنيفة جدا 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 من أجل تشويهه والتشهير به لمجرد التقاط صورة مع الكابتن الخطيب. تعليقك على فوز الزمالك الكبير النهارده صلاح مصر؟ زي ما قلت لك هو قتل مؤامرات كثيره جدا كانت معده ومحاكه، وعايز اقول مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، وان شاء الله باذن الله القادم افضل. ضربه بدايه كانت مهمه لان ناس كثيره كانت منتظره الاخفاق، ايوه، وناس كثيره كانت منتظره التعادل او الهزيمه، ايوه، وناس كثيره كانت منتظره انها تكمل على باقي نادي الزمالك، ايوه، ودول طبعا مجموعه من المتخلفين اختزلوا الزمالك في شخص والشخص لن يعود الى ان تقوم الساعه. تبريرك ايه ان كل شيء اقول لك ايه؟ راجع الحد، راجع الحد، اليوم الحد راجع، ده راجع، مرتضى راجع، مرتضى راجع، راجع مرتضى، مرتضى راجع، راجع مرتضى، اوعى مرتضى راجع، خلي بالك ده مرتضى راجع، اوعى انت مش عارف ايه، الاسد راجع، اوعى الاسد راجع، عبط وهطل. بعيدا عن ان احنا نتكلم عن اشخاص اللي قفلنا الصفحه، لا انا بتكلم على الفكر اللي ماشي على السوشيال. هرد عليك، هو الحد بتاع اللجنه الاولمبيه جه ولا ما جاش؟ جه. والحد بتاع الطعن بتاع انتخابات مجلس النواب جه ولا ما جاش؟ جه. في حد فيهم حد شاف حد؟ لا. وبقى مين بكره؟ يوم الحد؟ ما حدش يعني قال لك الحد واتاكد ان ما حدش شاف حد؟ يا جماعه الاصل هو ان في مخالفات الناس تحل النيابه. ونرجع لما طلع القرار 14، لما طلع اهو واحد بيقول لك راجع ساقط، مش راجع ساقط، مش عايز اتكلم في الماضي لان هذه صفحه واغلقت، وزي ما قال ميدو النهارده احنا هربنا في العنفوان فمش عايزين نتكلم على حد مش موجود. الله يسهله ويشفيه ويشفي من هم تبعه، لكن اللي انا عايز اقوله شيء مهم جدا. وانت يا ابو المعاطب غطسني تحت الارض ليه في البث بتاعك ده؟ حاجه البتاع بتاعك ده حاططني تحت الارض مش ظاهره من راسي بالعافيه. ايه النفسنا اللي احنا فيها دي بقى؟ ايه ده يا جماعه؟ والله العظيم. المهم يوم 14 لو تفتكروا طلع قرار اللجنه الاولمبيه وتم اختار كل الناس بهذا القرار يوم 15، وقالوا يوم الحد هيتلغي القرار. قضاءنا نزيه وعيب ان احنا نسبق بالاحكام. وبعد كده موضوع البرلمان، وبعد كده انا واثق في القضاء واللي هيقوله القضاء بعد ساعات الحد الكل ملتزم بيه، ولكن المشكله ان في ناس بتتامر على الزمالك. وخلي بالكم يا زملكاويه وحافظوا على الزمالك، برشلونه واتلتيكو مدريد قمه الليجا الاسبانيه بدا وعايزين نروح نتفرج عليها. يا ابو المعاضي، يا ابو المعاضي، راح فين ابو المعاضي؟ حاجه سابني وحدي وخلع. صدق مرتن، ايه رايك؟ يا
ايه رايك في لقاء الخطيب؟ هايل هايل. اين استاذ ناصر؟ عندما يتحدث بيبو لا احد يتحدث بعد بيبو. لا قبل بيبو بس الاول لازم نتكلم على كابتن احمد حسام ميدو عشان اللي قاله النهارده مع كريم حسن شحاته والحمله اللي العنيفه اللي معموله عليه لمجرد التقاط صوره مع الاسطوره كابتن محمود الخطيب. اي حد في مصر يتشرف بالتقاط صوره مع كابتن محمود الخطيب؟ ليه هذا الهجوم اللي بيتعرض ليه احمد حسام ميدو في رايك؟ لايك وشير وصلي على الزين. هو قالها احمد لايك وشير وصلي على الزين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا جماعه لايك وشير وصلي على الزين، عايزين نقلب اللايكات شويه عشان الدنيا واقعه بعد ما رجعنا البث تاني. يا ريت يا جماعه يلا لايك وشير وصلي على الزين. نجم الجماهير وعبد الناصر زيدان بسبب ان احنا رجعنا للبث. برشلونه واتلتيكو مدريد انطلق يا راجل. اه وبرشلونه برضو ما مغلوب مش مهم. ما عيب عليك بقى وانا قاعد. ما انا برشلوني برضو عمر اللي من المدريد. يا ساتر يا رب يا ساتر. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا ابني؟ ده احنا في وكسه. حصينا كده. وبعدين قلنا كومان هيجي يظبط الدنيا. ده كومان ولا غير حاجه. ده طلع عنده طموح. لا بس طموحه يتفوق على طموح رمضان صبحي. ما قلتليش بس الاول. هو بقول لك ميدو فسر الموضوع. ايه بقى؟ قال لك هم شاريين سوشيال ميديا. أيوة. وهم اللي رضعوا الناس الكراهيه. أيوة. وهم اللي خلوا الناس يظنوا انك انت لما تقابل اهلاوي وعلشان كده انا بتكرهه في غلط. انا الحمله اللي عليا انا وانت من يوم حفل اوسكار وشوشه ليا. طلع مش بسبب الاوسكار بس. الصور اللي كانت مع المكرمين. موسيماني والسلية والشناوي وكهربا وقفشه طب النجوم يعني صور استاذ احمد وفيق يا بيه. صور للتاريخ طبعا. انت بتاخد صور للتاريخ في مناسبه. طب ما احنا متكرمين النهارده وما توريه اهو موقع وجريده اهل مصر النهارده. وانا ما هو نازل على اهل مصر مش عايزين نحرقه. لا انا برضه نوريهم للناس هنا. هو انا الدرع بتاعي في الدرع بتاعي في العربيه اهو. اهو وعايزين نشكر كل الناس هناك يا جماعه. هناك الاستاذ دالي عماد والاستاذ عبد الرحمن الشامي وكده وبتاع. ما التكريمات عندنا يوميا كل شويه بقى نقول اتكرمنا. ما ده اعتراف من الناس المحترمه الاصيله اولاد الناس المهنيين بالدور اللي لعبناه في الفتره الماضيه. ده اعتراف وتقدير من زملاء اعلاميين عظام بالدور المحترم اللي احنا قمنا بيه بمواجهه فساد الماتش الريال واتلتيكو مش البارسا واتلتيكو. يا عم احنا هنا يا عم ما تقعدش بقى توجع. لا ما انا بقول لك بس. لا ما هو ده يا باشا احنا قاعدين هنا سهرانين يا باشا. ماشي ما احنا ماشي ما انا بقول احنا دلوقتي بكلمك في ميدو. انا شايف يا استاذ ابو المعاطي اتفضل ان ميدو النهارده قال حاجه قنبله مع كريم حسن شحاته. ايه بقى؟ دول شاريين سوشيال ميديا. اه طبعا طبعا نفس الكلام اللي كان ولذلك انت النهارده وكريم قال له برضه الحمله دي بتوجه لما تيجي حد يخوض معركه من الاهلاويه من السوشيال ميديا اللي بتتحرك. الاهلاويه بالملايين بيتحركوا. ايوه لما تيجي تخوض معركه ضد حد في الزمالك على حسب امكانياته الماليه بتتحرك السوشيال ميديا. ما هو ما فيش حد غير ده عنده. ما انا عارف ما هو الدليل على ان هي هو هو اللي كان بيعزم اللي كل الصفحات عنده. يا باشا هي صفحات تباع وتشترى. لكن هل هو الزملكاوي اللي قابلنا النهارده؟ لا. وقال انا زملكاوي وكذا وتصور معانا. لا 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 كل الزملكاويه بيقابلونا معانا ناس محترمه. اجمعني زملكاوي يا جماعه عايزينكم تقفوا ورا الزمالك واحنا عارفين كنتوا واقفين ورا الزمالك وقضيتكم مش ورا الزمالك. اجمعني زملكاوي يا فندم. اجمعني زملكاوي قابلنا شتمنا او غلط فينا. ما حدش حتى لو كان النقاش حاد لكن ما فيهوش اخطاء. لان هكذا هم الزملكاويه راقيين محترمين تمام التمام. لكن دي صفحات تباع وتشترى. أيوة. صفحه سين صاد لم الف ياء كله خلاص في يوم من ما هو في كلهم بيبقوا موجودين كانوا موجودين في الصاله المغطاه بيقبضوا شهريات ومعاهم كرنيهات بيخشوا بيها يا فندم. وكانوا ضد. لماذا اصبحوا مع للتطبيق مين يقف ضد القانون؟ وكان لما الفلوس تتاخر 5 ايام الدنيا بتتقلب. مش هو اللي قال عليهم ان دي عيال كذا وعيال كذا لمجرد ان هم اختلفوا معاه في الراي في موضوع. لا عاوز اقوله ان ميدو النهارده يعني قام بدور رائع جدا في تبصير الناس والتوضيح ليهم انك انت كاهلاوي او زملكاوي اتنافس في الملعب زي ما انت عاوز تتنافس. لكن بره الملعب كلنا اخوات وكلنا حبايب وكلنا اصدقاء. وهو قال ان هو واحد من اقرب اصدقائه كابتن حسام غالي صداقة عائلية كمان. إذن ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن إحنا نزرع كراهية ونملأ نفوس الناس كراهية لهذا النجم أو ذاك لمجرد إن هو ده من الأهلي أو ده من الزمالك.
قال لك لو قابلت الخطيب 100 مرة كل يوم هتصور معاه، وقال له وحياة أمك يا أمير مش عارف إيه. طب ما تسمعنا المكالمة. لا ما ناخدش المكالمة. لا 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 في ناس مش عليها حقوق. لا عليها حقوق. لا لا عليها حقوق والله. على صفحة كريم شحاتة. اه انا فكر على الشباب والرياضة. لا لا على صفحة كريم شحاتة. ففكرة الحقوق دي. وبعدين طب ما احنا نجيب ميدو يا عم. وعنده حلقة النهاردة ميدو؟ اه عنده حلقة دلوقتي مش مناسب. اه والله عنده حلقة. ميدو على الهواء؟ لحظة. قولي حاجة على ما انا اشوف. يعني يا جماعة اللي انا عايز اقوله بس الامور الحمد لله اللي كنا بنقولها من سنين. انا فرحان ان رؤوف جسر اتكلم، وفرحان ان ميدو اتكلم، وفرحان ان مصطفى عبد الخالق اتكلم، وفرحان ان احمد سليمان اتكلم كله مع حفظ الارقام. شكله عنده حلقة. اه ما عنده حلقة. وفرحان بكل الناس اللي بتتكلم، وهاني شكري وكل الناس مع حفظ الارقام الافاضل المحترمين، لان ليس هناك عنوان لكل حوار من حوارات هؤلاء، ولا كل كلمة من كلام هؤلاء، إلا أننا كنا صادقون في كل ما قلناه على مدار 3.5 سنوات أو 4 سنوات. الحمد لله رب العالمين. أما أنت بتقول لي إيه؟ تقعد تشتم وتعمل، ما إحنا عارفينك كتائب إلكترونية وتبيع الكلمات. أنت تجر كلمات وتجر حروف يا ابني. فعشان كده مالك لازمة معانا. اتفرج امبارح على حوار الكابتن محمود الخطيب. امبارح يدرس في الروح والاحترام وحب الوطن. الخطيب امبارح انا كنت تعبان شويه، اتفرجت على حوار الخطيب. حتى لو مش تعبان ما كنتش هتكلم. لا كمان يا عبد الناصر الراجل قعد ساعتين ونص 5 ساعات ولم يتطرق الى اسم الزمالك نهائيا الا بكل احترام وبكل تقدير. قال لك انا بشكر لك. بيتكلم عن مباراه القمه. قال لك بيتكلم عن الزمالك بكل احترام وبكل هكذا نريد، ولهذا ما نريد ان احنا نتكلم باحترام وتقدير عن كل الناس. شوف على حمام. حاضر. وبمحبه واحترام.